ضيف عزيز يراقص اللغة العربية في حين لازلنا نحن محملون بقدر كبير من الغباء. لا نرتاح إلا إذا كسرنا أجمل الأشياء فينا، لأنه اليوم بيننا فلن ينزع عنا طوق الياسمين. رسم خياراته وتركنا على عجل نلملم صرخة الروح، وبتنا نحن نخجل من التعبير ونخاف الرفض. إنه اليوم على منصة مبادرة مناظرة، نحاوره ونعيش معه لحظات البرد وعزلة المقابر وعشرون سنة من المحاولات البائسة لنسيان مريم. لك يا أستاذ طوق الياسمين ومريم، ولنا نحن روعة حضورك، الأستاذ الروائي واسين الأعرج، تفضل. مساء الخير. منذ 40 سنة، منذ 40 سنة وأنا أكتب وأحاول أن أتعلم، لأن الكتابة تعلم، وأيضاً ما تنتجه الكتابة تعلم أيضاً. ما تنتجه الكتابة هي الحرية، ولهذا عندما كتبت راهنت على الحرية، لأنها بالنسبة لي هي الخيار الأساسي. أن يفقد الكاتب حريته معناته أو معناه أن يتحول إلى هلام بدون معنى، والكتابة ترفض اللامعنى. ولهذا أقول دائماً منذ 40 سنة وأنا أتعلم كيف أكون حراً، لأن لدي إيمان قوي بأن الحرية هي الرهان الأساسي في أي فعل إبداعي. الفعل الإبداعي يفقد قيمته عندما يخسر هذه الخاصية، لأنها هي البناء الأساسي في جسده. تعلمت أيضاً في 40 سنة أخيرة من الكتابة أن جوبلز وزير الدعاية الألماني في الفترة النازية عندما قال: كلما سمعت كلمة ثقافة تحسست مسدسي. بعد 40 سنة أدركت بأن هذه الكلمة لم تكن كلمة بسيطة، لأن واحد مثل جوبلز وما أكثرهم عندنا في الوطن العربي عندما قال هذه الكلمة كان يعرف بأن الفعل الثقافي فعلاً كبيراً وليس فعلاً بسيطاً، لأن الثقافة هي الجسد الأساسي الذي عندما نخسر كل الحيطان المختلفة وتتساقط اليقينيات يبقى الفعل الثقافي هو الفعل الذي نتشبث به وهو الفعل المقاوم. اليوم عندما أرى في مكتبتي سواء في باريس أو في الجزائر أرى سلسلة الأسماء المرصوصة من الكتاب والعلماء الذين مر على ذهابهم قرون كثيرة، أتأمل هذه الأسماء وأقول سبحان الله، هؤلاء أخذ كتبهم وأقرأهم وكأنهم أحياء بيننا، ماكثين بيننا ولم يموتوا. الساسة يموتون، المفكرون أيضا يموتون، ولكن النصوص تبقى خالدة لأن الفعل الثقافي لا يموت أبدا. ولهذا أكرر دائما أن الثقافة ليست كيانا ضافيا ولكنها كيان جوهري وأساسي في حياة الأمم. هذا قولي لمن هم في الحكم. الثقافة ليست عدواً، الثقافة ليست فعلاً كمالياً، الثقافة جوهر أساسي في حياة الأمم. إذا أدركنا بأن الفعل الثقافي مسألة جوهرية عرفنا لماذا الإصرار على هذا الفعل، لأنه كما قلت هو فعل الخلود. نتعلم في أوطاننا العربية الكثير من العناصر الثقافية، لكن إذا كانت لدي كلمة أقولها لمن هم في الحكم أقول الثقافة بالدرجة الأولى هي فعل إنساني. عندما تفقد الثقافة العنصر الإنساني تتحول إلى أداة قتل،
وأداة خطيرة، ولهذا على الثقافة أن تربينا كيف نكون إنسانيين، لأن الفعل الثقافي هو صانع لهذه الإنسانية. الثقافة التي تربي الضغينة ليست ثقافة على الإطلاق. وربما كلمة أخيرة أقولها لمن هم في الحكم، أخذها من النص الأخير الذي كتبته ويحمل عنوان حكاية العربي الأخير. هل ترى هذا المد يا آدم؟ يستطيع الإنسان أن يحتل ويروض بعض الأمكنة لصالحه ولو للحظات، ليشعر بنفسه أنه عظيم وقوي وإله صغير بحجم اللعبة. ولكن ماذا يستطيع أمام هذه القوة التي ليست فقط أرضاً وتربة ونفطا ويورانيوم، ولكنها أيضا رياح عاصفة لا أحد يعرف متى تتحرك، عواصف تحمل كل شيء. إذا كان لدي شيء أقوله لمن هم في الحكم هو أن يتعظوا بما قلته. أهلا بك. أهلا بك. يعني نستغل فرصة تواجدك معنا اليوم على منصة مبادرة مناظرة لنستكمل الحديث الآن في آخر إصداراتك، وهي حكاية العربي الأخير 2084. هذه الرواية لربما تشكل انهيار لفكرة التحول العربي، فلماذا كل هذا التشاؤم؟ وهل يمكن اعتبار هذه الرواية هي صرخة لمن هم في الحكم؟ نعم، هي صرخة لمن هم في الحكم، لأن كلمة 2084 هي توقع لما سيحدث من هون لستين سبعين سنة. إذا بقيت الأوضاع على ما هي عليه، هذا يعني بأننا آيلين إلى الزوال. ولكن إذا استمعنا إلى هذا النشيج الداخلي وهذه المأساة الداخلية، استطعنا أن نقول بأنه لا أقدار ثابتة، نستطيع أن نغير الأقدار، لأن الإنسان يملك من القوة ما يسمح له بذلك. فإذا هي صرخة، وإن كنت وأنا هذا قلت أتمنى أن لا يحدث هذا الموجود في 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 النص. ليش؟ لأنه وأنا على يقين بأن الذين هم في الحكم ربما سيكونون آخر من يسمع هذا الكلام، ولكن يجب أن يسمعوا هذا الكلام. بالنهاية نحن نوصل رسالتنا وهذا واجبنا. شكراً في الحكم. شكراً لك. شكراً لك مرة أخرى، وتحية لك الأستاذ وسيلي الأعرج. شكراً جزيلاً لك. شكراً لكم. شكراً.